سألتي عن ابنك 2002 عفوا، بشكل عام عن الدراسة رائع جدا، هذا الحصان، الحصان المائي، الحصان المائي قوي، هذا أناني، ابنك أناني جدا واستحواذي ومبتكر، ونمي مهاراته ونمي مواهبه، لأنه هذا يعني يخلق لك أمور كثيرة جدا من عقلية راقية جدا ورائعة جدا. هذا طفل راح تشوفيه بالمستقبل شلون يكون قوي وشجاع ومؤثر وصريح جدا، ما يعرف إلا في الدوران، ويدخل يعني يدخل إلى هدفه أو إلى مبتغاه بشكل واضح، وما يعرف المجاملة، وحتى في بعض الأحيان أيضا قد تكون ألفاظه يعني لما يشوف حالة خاطئة يحكي بكل صراحة، ما يعرف يغطي أو يجامل أبدا، يبذل مجهود بس يحصل مستقبل جدا جيد رائع، أكثر ما يكون هواراته نميها، لا تقارنين برفقاء من الأشخاص، شخصية قوية من يعني بالأشخاص المقربين من عنده، الأطفال اللي بنفس سنه لا تقارنين، دير بالك لأنه هذا من الشخصيات اللي قد يتحول إلى مجرم بالمستقبل إذا شاف أكو نوع من الإحباطات أو نوع من التأثيرات السلبية تأثر على نفسيته. أناني بشكل عام بالمستقبل راح يكون شخصية أنانية، بس شخصية تنجح بالأخص بالأمور المهنية والدراسية جيدة جدا. العاطفة بالمستقبل أقول لك إياها، بالمستقبل بالعاطفة، مشكلة الحصان المائي إذا وقع بمشكلة عاطفية بيقدر ينهض منها بسهولة، قد يبقى لفترة زمنية طويلة في سبات وبعدين يلا ينهض من جديد، فالعاطفة دير بالك. اختيار شريك لازم يكون شريكته لازم يكون بشكل يعني مركز ومتقن.